انا بقولت لك اي فرقه كوره اي فرقه كوره اي فرقه كوره نص ملعبك هو اللي بيديك انت يعني قوي ولا لا. هو اللي بيحمي خط الظهر، هو اللي بيكمل الناحيه الهجوميه، هو اللي ان شاء الله هو اللي بيعمل لك الحاله دي. فهو انا بشوف من وجهه نظري تغيير طريقه لعبه النهارده، وان هو حط اللعيبه اللي عندها في نص الملعب ناحيه هجوميه زي نضاي زي زيزو زي فتوح، هو قبل المباراه ممكن كل واحد وفكره ان حمدي طبعا مش موجود، السوليه مصاب، مروان مش موجود، محدش بالظبط، وماتش المقاولين، فمحدش بيدافع في نص ملعب النادي الاهلي. طب هل هو حتى ولا واحد في نص الملعب بتاع النادي الاهلي الثلاثه اللي كانوا موجودين محدش يوم يعرف يلعب سته او يقطع؟ صح، يقطع قفشه كان كويس في نقل الجيم لانك انت فضيت له المساحه. صح، مفيش حد بيضغط على قفشه ولا حد بيضغط على أليو ديانج. هو غلط بتاع ثلاث اربع مرات، هو اللي غلط. انت واخد بالك؟ لكن طول الوقت في مساحات، مفيش حد بيضغط. هو من الدقيقه الاولى مارسي كوره واضح ادى تعليمات لما شاف الكلام ده، ادي في العمق، ادي كرات طوليه، ادي كرات طوليه. واضح في كريم في مساحات كبيره جدا في نص الملعب. خلي بالك الشوط الاولاني كان ممكن الزمالك يجي فيه جونين ثلاثه، وفي واحده تقصد اكتر من كده يعني. طبعا اكتر من كده لان كان باين جدا. وانا بصراحه كان لازم هو بخبرته كان لازم يتدخل الشوط الاولاني. ما يستناش الشوط الثاني. لا 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 لا، انا بالنسبه لي الكوره دي معلش ثبتها هنا، ثبتها هنا. بص يا كابتن، بص يا كابتن، انت بتتكلم في كثافه هجوميه للاهلي على لعيبه نادي الزمالك. لا بص، وقف معلش، وقف. هو الاهلي، هو الاهلي وقف هنا بالظبط، بالظبط كده. هو الاهلي فيه كثافه هجوميه في نص الملعب. انت لو انت شوف انت هنا والمساحه، بص المساحه اللي في ظهري عامله ايه. طيب بص الانتشار دول لو اتبسط لهم هيروحوا الفرق. لا بص الانتشار بتاع لعيبه الزمالك هنا. لا انت هنا بتشتغل ازاي؟ الناس اللعيبه بتجري وخلاص. ليه؟ لانك انت كنت بتلعب بالطريقه هي الطريقه دي. لان انا قلت لك في الاول سؤال، قلت لك الكواليتي بتاع لعيبه نادي الزمالك ما يلعبش الا بالطريقه بتاعته دي 3 4 2 1. يعني شيكابالا ما ينفعش يلعب طرف، لازم المسافه تبقى ما بيننا كريم زي انا وتبقى ضيق المساحات، وفي انتشار هجومي كبير جدا. كانت عندك مشكله في الناحيه الدفاعيه. فانت انا بقول ان هو لما حس ان لعيبه نص الملعب بتاع النادي الاهلي مش موجود، ومروان كمان مش موجود، ونص ملعب النادي الاهلي مفيش حد فيهم بيدافع وبيقطع الكوره، ها كان لازم هو قال لك ايه، فكر ان هو ايه زيزو يشتغل في الحته دي ونضاي، فما حصلش. تبقى سهل بالظبط كده. لا مشكله كبيره كمان الطريقه دي. لازم يبقى نص ما بتعتمد على انك لما تفقد الكوره وانت بتهاجم بهذا الكم من انك الرياكشن تجيب الكوره في حتتها، يا اما تعمل فاول. فانت الزمالك بتضيع الكوره بتروح انفرادات. هي دي النقطه. فما فيش رياكشن، الرياكشن مش هيعمله غير الديفندرات اللي هي شغلتهم. صح، اشرف رؤى لاعب، اشرف رؤى مكانه متلعبه بقالك فتره. لاعب السيسي محمد الشناوي لو بصل اي حد حتى طول بعيد يعني بتجيله بسهوله جدا. كل اللعيبه كانت بتتناقل الكوره في النادي الاهلي، مساحات بعيد، بيلعب الطوليه في قلب الملعب مش على الاطراف بالظبط كده، وتيجي الواحد لوحده. فكان واضح انه كان في مشكله في مساحات كبيره. طب كابتن طارق، هل كان المفروض النهارده الجهاز المعاوني يبقى ليه دور في هذا الامر؟ طبعا كان طبعا. ما تقدرش تقول دي بعد اذنك، لان انا وطارق اشتغلنا معاونين مع اجانب. انت بتقول رايك ممكن بس. تقول رايك، وانا متاكد ان قالوا، ان مدحت ومجدي قالوا. لكن من الاوفر كوتشنج اللي عند اوزيريو بيشتغل في دماغه. بس انا كابتن ضياء يعني، انا بس هو لازم يشوف الخطر اللي قدامه. كابتن ضياء انا مريت بالظروف دي، وفي دوري قوي ودوري جماهيري، وكان بساعات بيتطرد منك كتير. انا اللي عايز اقوله ايه، ان هو استنى كتير قوي بين الشوطين عشان يغير. يعني انت ساعات تتحط كمدير فني في موقف زي ده، يعني افكارك لقيتها فيها مشكله. طبعا هو في اكتر من ثلاثه. بص هو اتاخر، هو كان لازم يعمل تغييرين على طول بعد الجونين. يعني 25 دقيقه كان لازم يعمل تغييرين على طول، لان الامور كانت واضحه وباينه ان نص ملعبك فاضي. ان انت عندك واضح مشاكل، واضح ان راح الاسوء. انا وانت كده يعني كده انت شايف. هل فكر الله يكون فيه انا كمدير فني بقى انا حطيت اصراره على نجاح خطته، لكن الفرقه التيم اهم. لا بس يا كابتن ما دي هتاخد منه دلوقتي. صح، وخدت منه كابتن بعد الـ 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 الايجابيات اللي خدها في ماتش المقاولين. طبعا عين الناس كلها على الماتش الاهم، هتاخد منه كتير، هترجع سلبيات عشان كتير. كل الناس كانت مستنيه كمان ماتش الاهلي طبعا، عشان يقول لك نحكم بقى. اصل هو كمان يعني انت مثلا ايه، حتى انت لما جيت غيرت بين الشوطين غيرت اربعه. طب انت دلوقتي السيسي طلع مصاب في الدقيقه مش عارف كام. طب انت لا قدر الله صاب صبحي زي ما في الوقت ده كان صبحي التغيير الخامسه كان صبحي. انت فاهم اقصد انت لازم تبقى انت عارف وانت عامل سيناريو المباراه وانت مركز عايش في الجيم. صح، انت معلش النهارده انت مش عايش في الجيم خالص. انت عملت تغييرات في ماتش فيوتشر رجعتك للجيم،
ها وقريت والدنيا اشتغلت معاك بشكل كويس. فانت لا انت كنت باصص النهارده، انا وجهه نظري ان هو تمع في الماتش، تمع في الماتش بعدم وجود نص ملعب النادي الاهلي. صح. الثلاثه بتوع نص ملعب النادي الاهلي النهارده اللي عند اللي بيدافعوا اللي هم كويسين، اذا كان حمدي فتحي واذا كان مروان النهارده او اذا كان السوليه حتى المصاب، فهو حتى حط نص الملعب كله اللي بيهاجم. صح. طب انا طب انت لازم تحترم النادي الاهلي في الجزئيه دي. طبعا تحط اشرف رؤى وفتوح مكان سكر تعرف كابتن طارق تتعدل شويه عمل كده الشوط الثاني بالظبط، بس كان فات يعني الاوان. كابتن ده كابتن سامي ومسان كان لسه معايا في مداخل دلوقتي بيقول لي احنا كجهاز فني اتفاجئنا، اتفاجئنا بتشكيل الزمالك واتفاجئنا بطريقه لعب طبعًا. الزمالك كل بالزبط. اللي كان بيتفرج واللي شاف اتفاجئ. طب يعني هو ما فيش حد في نص الملعب، ما فيش حد هيدافع، عشان كده اي كره خطرت للاهلي الديفنس ما قدموش حد خالص يا عيني كمان. وبعدين هم ثلاثه فالدنيا وسعت في كذا كوره.